اللقاء، وهذه الحلقة الخاصة جدا، ونحن مقبلون على شهر كريم، شهر رمضان المعظم. ربنا يعيده على الجميع بالخير والسعادة، ونحن يعني نستقبل هذا الشهر الكريم. يسعدنا أن يكون معنا فضيلة العالم الجليل دكتور عمر عبد الكافي. أهلا وسهلا، كل عام وأنتم بخير. تقبل منا إن شاء الله يعني شهر خير وبركة يا رب، يعيده إن شاء الله وعلى مصر والعرب بالخير والبركة يا رب. آمين يا رب إن شاء الله. وأنا زي ما قلت قبل كده أحب أن أنوه، يعني إن شاء الله بإذن الله مع بداية شهر رمضان إن شاء الله هيكون في برنامج يومي ثابت إن شاء الله، يعني هيكون إطلالة جميلة لفضيلة العالم الجليل دكتور عمر عبد الكافي اسمه أهل الحكمة، وإن شاء الله يعني هكون أنا اللي بقدم البرنامج، وأتمنى إن شاء الله إنه يرضي حضرتكم إن شاء الله بإذن الله. برحب مرة تانية، وأنا شاكر حضور حضرتك في هذه الأيام وفي هذه الظروف، يعني وجودك معنا دائما بيزيدنا خير وبركة، وربنا يجعلها أيام خير يا رب إن شاء الله ويزيح الهم إن شاء الله بإذن الله. خلينا يعني نبدأ في البداية، كيف نستعد ويستعد المسلم في مصر لاستقبال شهر رمضان المعظم؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أولا نحمد الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان وهو السوق الخيري السنوي للحسنات وفتح أبواب الطاعات وإغلاق أبواب جهنم وتصفيد الشياطين، وأن يتحول الإنسان عدة ساعات طويلة إلى ملك طاهر لا يأكل لا يشرب لا يفتر عن الذكر. سبحان الله العظيم عبارة عن لا يطرق أبواب الشر، لا يغتاب لا ينم لا يشتم لا يفسق لا يجادل، فحقيقة يتحول إلى ملك. ومن منا يعني ما هو اللي خلى أبونا آدم كان رجلا طيبا وسمع قسم إبليس أنه ما نهاكم ربكم عن تلكم الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين، فهو أبونا آدم على الفطرة قال الله إذا نتحول لملك ده شيء طيب. فهنا حقيقة في رمضان نتحول إلى ملائكة من طلوع الفجر حتى غروب الشمس. وبعدين أتمنى أن يدخل الإنسان على ليلة رمضان ليكمل ملائكيته، لأن من كرم الله كما خلق الملائكة ذو أجنحة مثنى وثلاث ورباع، أوجد الله لنا كمسلمين الصلوات ركعتين وثلاث وأربع. فيعني من دائما من يصلي ركعتين يتشبه بالملك ذو الجناحين، ومن يصلي ثلاث ركعات يصير ملك ذو ثلاثة أجنحة، والرباعية أربعة أجنحة. وبهذا المنطق يستطيع الإنسان من هذا من هذه العظمة أن الله سبحانه وتعالى في كل ليلة يعتق من المسلمين من النار عدد شعر غنم بني كلب. قبيلة بني كلب كان عندهم أكبر قطعان ماشية في جزيرة العرب. فشوف عدد شعراته سبحان الله، عدد شعر هذه الفروات اللي موجودة على غنم بني كلب، الله يعتق من النيران كل ليلة من المسلمين، فهي فرصة للعتق من النار، فرصة لنزل رحمات الله، فرصة لنتود وأن نتحبب. بس في نقطة دائما نحن نتكلم عن التخلية قبل التحلية، ما ينفعش أنا أصوم رمضان وأنا يعني مخاصم لأهلي، والزوجة لا تكلم زوجها والزوج لا يكلم زوجته، والولد عاقب أبيه والبنت عاقب أمها، والجار زعلان مع جاره، والحزب الفلاني بيشتم في الحزب الفلاني، والتيار الفلاني ناقم على التيار الفلاني. لا، ما هؤلاء بمستقبل رمضان، هؤلاء بمستقبل شيء تاني. لكن رمضان ده عبارة، لأنه رمضان سمي من رمض الذنوب، يحرق الذنوب، من الرمضاء والحرارة يعني، فهو كأنما تحترق فيه الذنوب بفضل الله احتراقا. فأولا في بعض ملحوظات لرمضان نقولها يعني بسيطة جدا. أنا أدعو الكل الآن إن شاء الله، وإحنا مقبلين خلاص بعد سويعات بإذن الله، أن يزن كل واحد منا نفسه، يزن روحه وزن كم كيلو جرام ويسجل، ويجي إن شاء الله رب العالمين على ليلة العيد يزن نفسه. إن كان نقص 2-3 كيلو جرام يبقى فعلا صام رمضان. لما يجي على العيد يلاقي نفسه زاد 10 كيلو جرام يبقى حول شهر الصيام الى شهر طعام. هذا امر. الموعظة الثانية او الدرس الثاني، يجوز للمسلم ان ينوي صيام رمضان للشهر كله
حتى لو لم يجدد النية كل ايه كل ليلة. وعلى كل يعني غالبا السحور نية للصيام لاننا غير متعودين ان نأكل الساعة الثانية والثالثة صباحا. نعم. هذا امر. الامر الثاني ادعو كل الصائمين والصائمات الا يشتري من السوق الاغراض او الاطعمة وهو صائم. عايز يشتري يشتري بعد العشاء بعد ما يكون المعدة اتملأت. لانه هو بالنهار بيتصور انه سوف يأكل المحل كله. فيشتري من هذا وهذا اسراف. الامر الثالث او الامر الذي يليه على طعام الافطار لابد ان نستنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم للمصلحة كمان غير يعني غير تطبيق الشرع. ان انا اول ما اذن المغرب يعني اخد شيء من تمر او سكريات تتحرك منه المعدة. ثم اذهب لصلاة المغرب. فتتنبه المعدة لما سيحاق بها بعد قليل. لانها بتتفتح ابواب يعني سبحان الله ويقذف بها اليها باكبر كمية ممكنة في اقل مدة ممكنة اشياء مختلطة. الامر الذي يليه ان يعني لا يجوز المعدة نائمة اكثر من 15 ساعة وفجأة نوقظه على كم من الاكل رهيب. الامر الذي يليه ان اقوم من على مائدة الافطار وانا ما زالت لي رغبة في الطعام. لدي ثلث طعامي وثلث شرابي وثلث نعم. لا انتظر حتى يقيمني الناس. نعم. يعني ما ينفعش. لان ثبت ان تلاقي ان المسلم لما يملأ بطنه وبعدين يظل الى اذان قبل اذان عشاء بلحظات فيتوضع يروح يصلي عشاء. الشيخ يمكن يقرأ 4 آيات 5 آيات. هو يتصور يقول لك هو سيدنا الشيخ هو انا جزء لا لا يا ريت انا اتصور ان الشيخ ده قرأ البقره. لا ده انت اللي بطنك البقره يعني البقره كان انت اللي اكلت البقره على بعضها. فبالتالي هو يعني عشان يركع ويسجد امر صعب جدا. الامر الذي يليه لا انسى انني وانا اكل وامامي الوان الاطعمه ان هناك من لا يجد هذا سواء في مصر او خارج مصر. فيجب ان نشعر الاولاد بهذا ونعمل زيارة كل جمعة مثلا الى دور اليتامى الى الجمعيات الخيرية ونرى الحالات هذه ويستشعر الاولاد والبنات ان يعني في هناك يتامى هناك فقراء هناك مساكين وجمعيات الخير لا تقصر بفضل الله سبحانه وتعالى وربنا يبارك فيهم جميعا على توزيع هذه الـ 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 الوجبات او النفقات. الامر الذي يليه يعني اود ان يعني لا اضيع وقتي في رمضان امام شاشة التلفزيون حقيقة. والله الوقت غالي. والشيطان اذا خلى شبط واحد بالمصري كده باللهجة المصرية شبط واحد كده مع مسلسل معين عايز يشوف الحلقة تعمل ايه والبطل يا ترى هيطلق ولا مش هيطلق ويظل في هذا المنوال شهرا كامل. ليس هذا رمضان. الامر الذي يليه ان يصمم على المواظبة على الصلوات الخمس في المسجد. لو واظب 30 يوم على الخمس صلوات في المسجد بإذن الله بعد رمضان لن ينقطع إن شاء الله. ودي القضية. الأمر الذي يليه أننا نستشعر في رمضان أنني استطعت أن أمتنع عن المباح الحلال. وهذا درس لي أنني أستطيع مدام عندي المقدرة للامتناع عن الحلال يبقى من باب أولى أن أمتنع عن الحرام. عن الحرام صحيح. رمضان يأتي رحمة للمدخنين ربنا يعافيهم يا رب إن شاء الله وتوب على كل مدخن يا رب. لأن التدخين ده هو لا يستطيع أن تمر ساعة دون أن يدخن فيكتشف أنه من الساعة من الفجر إلى المغرب لم يدخن. أنا أربأ به أن يدخن في وجه أطفالي عند المغرب يعني أعتقد له ولا يدخل. أول ما يدخل يدخل ماء تمر شيء حلو طعم طيب ولكن لا يدخل دخانا الى صدره. هذا امر يعني مهم. الذين يقضون ليلة رمضان على المقاهي برضو يعني يراعوا نفسنا يراعوا نفسهم ويراعوا الله سبحانه وتعالى ويراعوا وقتهم لان ليس هذا مضيعة الوقت ايضا وانما مضيعة لوقته في رمضان وليل رمضان الذي يجب ان يكون ذكرا لله عز وجل. فرصة رمضان انه عبارة عن فتح باب عودة المياه الى مجاريها مع الرحم المقطوع العم والخال والعمة والخالة وبنت العم. فرصة لان احنا عندنا شيء من الكبر. نعم. لا 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 مش هذا خلينا نيجي رمضان. طيب استغل فرصة عمه حماته حماه
خاله، ابن اخوه، ابن خاله، جاره، اي حد، سواء مدير في العمل. ويريد كمان مدير في العمل في اي مكان يلف على الموظفين صباحا بنفسه على مكاتبهم وعلى آلاتهم، وازيكم يا فلان وربنا يتقبل من كيف حالكم عاملين ايه، يستشعر هذا خير كبير. ايضا رمضان فرصة لان نصمم ان مثلا كل واحد يرتب مع نفسه، انا هعمل القرآن كم مرة، يعني مثلا هختم القرآن كل اسبوع زي ابن عمر، ولا كل 15 يوم، ولا يعني رمضان هي مرة، يعني مثلا يعني على قدر ما استطيع يعني ان شاء الله. رمضان فرصة لان كثيرا من الناس يضبطوا اخراج زكاة اموال في رمضان، فده شيء طيب. يحسب، تحسب زكاة المال، عروض التجارة، 2.5% من المال اللي هو معلوش ديون، الديون التي يحسبوها زي ما قولنا، يعني مثلا حد عنده 10 جنيه وعليه مثلا ديون او عليه شيكات مثلا ب6 جنيه على مثلا على 4 سنوات او 5 سنوات مثلا، لا ينقص من المبلغ اللي عنده الدين اللي عليه السنة، القسط اللي عليه السنة دي بس. يعني انا النهاردة مثلا انا مقترض من البنك 50 مثلا على مدى 5 سنوات، يبقى السنة دي انا مطالب بكام؟ ب10. العشرة دي تخصم من وعاء الايه المال، فيخرج تخرج الزكاة على الباقي. الباقي تمام. وليس على كل القرض اللي هو لا 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 لا، القرض يبقى مش عمره ما هيطلع، لان سبحان الله هيجد ان القرض استغرق كل ماله. هو يملك 20 ومقترض 50، خلاص هيبقى مدين. ده هو يحتاج زكاة، هيبقى غارم. فده امر. الامر الثاني يخرج الزكاة حبوب كما ينص الشرع ولا ممكن؟ لا، انت تتكلم على زكاة الفطر. زكاة الفطر شيء، وزكاة لا، الزكاة العادية تخرج اموال، لا تؤمل زكاة المال مالا. يعني حد عنده مصنع مثلا ممكن يطلع زكاة من بقيمة المال؟ يعني لا، هو المصنع يستثني الاصول الثابتة. الاصول الثابتة المكن، الكمبيوترز، المكاتب، دي اسمها اصول. في اصول متداولة. الاصول المتداولة اللي هي حركة المصنع في الربح والخسارة. هو طبعا بيبقى عنده له فلوس في السوق وعليه فلوس في السوق. فطبعا بيجيب المحاسب المالي بتاعه والمحاسب القانوني، هو يحسبوا مع بعض. لابد، لان المال لما يوصل الاف وملايين لابد من حساب. اللي عندها ذهب تطلع الزكاة ازاي؟ والله بعض العلماء يقولون، وانا اميل الى هذا الرأي، انه يقيم عند الجواهري ويشوف ده بكام، وتطلع 2.5% من قيمته، على شرط الا تبيع جزءا لاخراج زكاة مالها، ولا تطالب زوجها باعطائها زكاة عشان مش يجيب لها مجوهرات تانية. يعني هي ما عندها ذهب بس ما عندهاش فلوس تعمل ايه؟ خلاص يعني تاخد برأي اللي ما عليهاش. اللي ما عليهاش. لكن انا دايما ادعو المريدين من يمكن 40 سنة ان اللي عندها هذا الكم من المجوهرات كل سنة كل شهر عندها مصروف معين او شيء بتاخد جزء منه وتحط زكاة، مثلا عليها 1000 جنيه مثلا زكاة الذهب هذه. يبقى كل شهر او مثلا 1200 جنيه، كل شهر بتحط 100 جنيه جوه الحصالة دي مثلا. في على اول رمضان هتلاقي نفسها عندها المبلغ بتاع زكاة المال، لكن لا تبيع جزء ولا تطالب الزوج بان يعطيها لتخرج زكاة ذهبها. قال العلماء بعض اراء اخرى انه هو لو كان مستواه الاجتماعي بيقول ان هي دي مجوهرات، ده في حجم وضعها الاجتماعي فلا زكاة فيه. وهي رأي تاني يقول طالما انها تلبسها على مدار السنة يعني في المناسبات. ورأي ثالث يقول الله هي من جابها بنية التجارة. لان في واحد تاني جابها لو والله ده الذهب احسن، لانه ايه حاجة ثابتة، فلو اتورطنا في شيء هنبيع الذهب يبقى عليه الزكاة. وهكذا المال يا فندم اللي يطلع عليه الزكاة اللي هو مر عليه حول كامل لابد ان يبلغ النصاب. النصاب اللي هو ما يساوي 85 جرام ذهب. فنشوف الجرام السنة دي بكام ويكون متوسط. يعني مثلا نقول مثلا عيار 18 بكام الذهب السنه، او 21 لانه ده في النص، يعني لانه في 24 وفي 14 وفي حاجه زي كده. فبالنص يعني نحسبه ونطلع منه 2.5% حوالين الحول وبلوغ النصاب وعدم وجود الديون، يعني ده معلوش دين. فنيجي لزكاه الناس عندها عمارات مؤجره او شقق مفروشه. فدي اللي اسمها الان تسمى زكاة المستغلات. المستغلات هذه لم تكن موجودة في زمن الاحناف والمالكية وابن حنبل والشافعي. فدي تاخد عند بعض العلماء المجتهدين المحدثين واميل الى هذا الرأي، تاخد يعني وضع الارض الزراعية ويأتوا حقه يوم حصاده. مجرد يجي الايجار سواء شهري او ربع سنوي او سنوي يطلع منه 5% من صافي ايراده، 5% من صافي ايراد العمارة
صافي اراده البنايه تمام. لكن لو واحد عنده بيت ومغلق ولا بيأجره ولا هو ساكن فيه معلوش حاجه لاصول زي سيارته على الزكاه وهكذا. اما اللي حط فلوسه في البنك وخد عليها فايده، الفايده عليها زكاه؟ هو القضيه ان هو عندما يحسب مال زكاته انا املك ايه بالضبط. بنفرض انا عندي 100 وجيت قبل في شعبان اضطريت للشيء كده في الاسبوعين اللي قبل رمضان ورحت خدت من 130 بقى 70 هطلعت 70 ال 70 دول عملوا ارباح 5 يبقى على 75 وهكذا. نعم يعني لان احيانا واحد يجي اول السنه عنده 100 في نص السنه شال من ال 120 بقى 80 وقبل دخول رمضان بشهر كسب 10 بقى 90 يطلع على 90. في ناس بتطلع بتعمل موائد الرحمن وبتعتبر الانفاق على موائد الرحمن من ضمن زكاه المال. لا انا اشوف زكاه المال تذهب الى المصارف الثمانيه التي في سوره التوبه ان الصدقات الفقراء والمساكين، فهذه الثمانيه هي التي تاخذ الزكاه، فقد ياكل من موائد الرحمن غني لا يستحق الزكاه، وان الزكاه يجب ان تذهب الى المسلم الفقير المحتاج في مصارف محدده، اما غير المسلم ياخذ من الصدقات، وذو المره او ذو الثراء لا ياخذ من الزكاه لان مائده الرحمن لو موجوده هدخل اكل منها انا لا استحق الزكاه وهكذا. صلاه القيام البعض بيسال هل يجب ان تكون 8 ركعات او 11 بالشفع والوتر ولا 24 كما تصلى في بعض في هو ما. الله يرحم شيخنا الشيخ الغزالي كان رجل يعني ذكي القلب ذكي العقل. قال يا مولانا احنا في البلد هنا انقسمنا قسمين، جماعه يصلوا 8 ركعات وجماعه يصلوا 20 ركعه، فاختلفنا وحصل قطيعه ودول يصلوا في مسجد وحدهم ودول يصلوا في مسجد وحدهم. قال صلوا العشاء وقفلوا المسجد وروحوا. قال يا مولانا على اجتماع المسلمين فرض واللي تغفل فيه ده سنه. فالرجل صاحب فكر عادي. كان في سنه 49 ايضا سئل احد العلماء في اظن كان في قريه بني سويف، قال يا مولانا احنا المسجد القريه انقسمت قسمين ان في الجماعه دول يقولوا اذان واحد يوم الجمعه بين يدي الايه الخطيب والتاني لا لازم اذانين نعمل ايه؟ قال الغوا الاذان. الله يا مولانا نلغي اذان الجمعه؟ قال الاذان سنه واجتماع المسلمين فرض في الاولويات، لكن التراويح ممكن تصلي 8 ممكن تصلي 20، كان عثمان بن عفان يصلي 36 ف وطبعا هو سنة التراويح أحياها عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر الرسول صلى بعد العشاء كده في رمضان راح نصلي بالمسلمين 8 ركعات. فالناس صلت العشاء وروحت، فاللي صلوا معاه قابلوا اخوانهم اللي ايه في الفجر قالوا احنا صلينا ورا الرسول امبارح 8 ركعات، المهم المسجد تاني يوم ايه ازداد العدد، فاللي ما حضروش تاني يوم بلغوا ثالث يوم فالعدد ازداد. رابع يوم الرسول صلى العشاء ودخل الى غرفتي وما خرج. قالوا يا رسول انتظرناك، قال خشيت ان تفرض عليكم. شوف حنان رسول الله، خشيت ان تفرض عليكم. فكان كل الصحابه يعني الرسول عليه الصلاه والسلام صلى 8 ركعات 8 ف امال مين يا فندم اللي صلىها 20؟ في صلى 20 بعض الصحابه ابن مسعود وعثمان كان يصلي 36 لان الرسول اصلا طوال حياته كان يصلي 8 ركعات وثلاث ركعات الشفع والوتر طوال حياته في رمضان او غير رمضان او غير رمضان كان هو كده يعني ف من اراد ان انا ارى وضع 8 ركعات بتؤدى افضل من 20 كروته انه الله اكبر والناس كلها الان يعني اللي ظهره تعبان والسؤال. لكن يعني من باب التخفيف، لكن يعرف الان في مساجد بتصلي وتخفف بضع ايات وفي مساجد بتصلي بجزء وفي مساجد بتصلي بثلاث اجزاء. والله يعني صلاه التهجد فضلتك صلاه التهجد يعني ايضا من السنن المؤكده، بس يا ريت يعني مش نكتفي بها في رمضان. فانا اللي بيزعلني ان بعد ما رمضان يعني سبحان الله يعني يولي نولي معه، ما ده مش كده يعني العبد ابو قطعه ده مش تطيب بصراحه يعني شيء. يعني انا عايز يبقى يعني ناخد من رمضان دفعه. البعض بيصليها يعني في الثلث الاخير من رمضان بعد يوم 20 على يعتبر العشر الاواخر يعني فقط. هو يعني تاجر بس يعني مش يعني هو التجاره مع الله مربحه بس يعني هو غالي يعني جاي في العشر الاواخر اللي هم يعني القمه في الثواب. هي تستوجب من اول يوم في رمضان؟ من اول يوم من اول يوم من اول يوم يعني القيام والتهجد القيام يعني طبعا. لكن بعض الناس يمكن بعض الفقهاء يعني يقولون بسنه النوافل في ال 20 الاولى والقيام يعني والتراويح والقيام والتهجد في العشر الاواخر.
يعني في ناس بتعمل التهجد ده في العشر الاخر فقط. نعم. في ناس بتعمل التهجد من اول رمضان الشهر. ولا كله خير يعني. هذا يعني كله انا غافل وخير. بس ربنا يتقبل. امين يا رب. ايضا حضرتك تنصح الناس بايه في رمضان برضو؟ كنا بنتكلم الناس. والله انا يعني انصح الناس وصلنا للزكاة. انا اسف قطعت حضرتك يعني. لا اتفضل. اتفضل. لا يعني هي دي الموضوع اللي الزكاة خلاص المستغلات تكلمنا عنها. طبعا زكاة الزروع عند اخوان الفلاحين عارفينها واقسامها وكده. ولو دخلوا ربما عند الموقع عندها لو جداول محطوطة للمسألة دي وتوضيحية وبسطة يعني ان شاء الله. انا ارى ان في رمضان علينا يعني واجبات محددة. الواجب الاول انا لست موجودا وحدي في الكون. انا موجود مع مليار ونصف مليار مسلم. موجود مع 7 مليارات بقية العالم الذي يعيش. فانا ارى ماذا استطيع ان اقدم لرفعة شأن الاسلام ما بين المليار ونصف وما بين 7 مليارات. لان احنا من الواجب ان كل واحد فينا يوضح الاسلام خلقا وسلوكا وكلاما لأربعة من سكان الارض. من الواجب. احنا ربع العالم. فاضل 3/4 العالم ما يعرفش عن الاسلام. مزبوط. ويعرف عنه صورة مشوهة. مزبوط. شايف ان الاسلامي مسلمين بيضربوا بعض. يقتلوا بعض. تخيل مسلم يقتل مسلم. للأسف. سبحان الله. فانا من الواجب انا علي من الواجب توصيل الاسلام واقعا وسلوكا وخلقا الى 4 من سكان هذه الارض. ايضا قبل رمضان انا مش عايز نغرق الزوجات بارك الله فيهن في الوقوف في المطبخ طوال اليوم. يعني بصراحة والله يعني شيء غير طبيعي ان الانسان يتحول فعلا شهر الصيام الى شهر طعام. والكارثة الكبرى ان المرأة من بعد صلاة الظهر تقف في المطبخ تظل الى المغرب سبحان الله. وبعدين بعد المغرب لا اله الا الله تجهز المائدة. وبعدين الاب والزوج والاولاد ياكلون ويذهبون الى المسجد. ومجرد ان بتعرف على الاطباق فين الشاي فين الحلا هو شغاله فين دي سبحان الله. وبعدين هي تسال سؤال بقى هو يجوز يا مولانا اصلي وانا جالسه؟ اصلي انا طول اليوم انا واقفه في المطبخ. يعني ايهما اولى ان نواظب على الصلاه ام ان نواظب على الطبيخ بهذا الشكل؟ انا عايز بس يعني يا ريت يعني الاسراف في رمضان غير مطلوب. والكلام هذا نقوله كل رمضان لكن لا احد يسمع. نعم. طيب يعني ده فيما يخص العبادات. نعم. فيما يخص المعاملات. وهذا هو الاولى. انت نكأت جرحا وجب نك. احنا قلنا في اول حلقة من وانك على خلق عظيم ان القرآن 6236 آية. ايات العبادات 10 و100 آية. فعملنا نسبة وتناسب وجدنا ان العبادات بالنسبة لبقية القرآن جزء 62 جزء. فاحنا عندنا 61 جزء معطلين لا نطبقه. واولها المعاملة بيننا وبين بعض. نعم. فنبدأ بالاقرب فالاقرب. يعني مثلا انا اقول يعني ما نفتح في رمضان مجال طيب لان في مشاحنة بيني وبين زوجتي. طب نعم. في مشاحنة بين البنت الكبيرة امها. بين البنات وبعض. بين الاخوة والاخوات. بين الاخوات والاخوة. سبحان الله نبدأ نهدئ هذا الحال. طيب. العائلة الواحدة. العمام والعمات. طيب والاخوال والخالات ليه ما نفتحش على بعض ابواب الموده والرحمه وابتدي نعمل التزاور فيما لا نكلف الناس. التعاملات يعني اتمنى ان نمسك السنتنا عن اعراض المسلمين في رمضان. انا مش عارف يا ترى يعني لسه ان شاء الله هنشوف رمضان باذن الله. اتمنى ان الفضائيات ما تخطش فيما تخط فيه في ادله 22 يعني شهور طويله يعني. فاتمنى ان تمسك يعني بعد سنتين من اللغو ومن الرفث والجدال وهذا والتراشق بالكلمات. فياريت يعني ايه نؤوب ونتوب الى الله سبحانه وتعالى. يعني انا اقول في جانب المعاملات احنا منهزمين في جانب المعاملات. عندنا خلل في التعامل ولا بد ان نعود مرة اخرى لنحسن معاملاتنا بعضنا مع بعض. مش كلام نظري يكون فعلا ده واقع. لان هذا فيه راحة للنفوس. النفوس هتستريح. البلد هتهدأ. لكن هذا التنغيص المستمر لمصلحة من؟
يعني هل هذا التنغيص سوف يوجد البترول والسولار والغاز والخبز وكذا من غير يعني؟ طب الله عز وجل سوف ينبت لنا البركات اذا احب الناس بعضهم بعضا واذا اقترب الناس بعضهم من بعض واحترم الناس بعضهم بعض. لكن بهذه الصورة انا يعني اظن ان احنا لسنا مسلمين على الدرجة التي يرضاها الله ورسوله. طيب يعني إذا كنا نتحدث عن العبادات ونتحدث عن المعاملات فيبقى أن نتحدث أيضا عن الحصاد. كيف نستطيع أن يحاول كل منا، من كان خطأ طوال العام، من كان يبتغي يعني مغفرة من الله بعد أن فقد الأمل والرجاء في المغفرة، يعمل إيه في رمضان لعل وعسى يتقبل منه؟ أنا أرى في استقبال الشهر الكريم حقيقة، يعني أنا شخصيا أعمل هذا شخصيا. أجيب ورقتين، يعني عدة أوراق، لكن ورقة يمين ورقة يسار، يعني فأكتب في اليسار الذنوب التي اقترفتها فيما أذكرها في حق الله وحق رسول الله وحق القرآن وحق المسلمين، أكتبها كتابة. ثم أحاول أن أعمل دراسة جدوى أننا كل يوم في رمضان سوف أتخلص من خصلة ذميمة من هذه الخصال. ثم ما الذي أسعدني في التعبد والعبادة والتعامل في الصفحة الأخرى؟ أسعدني أنني جعلت حزينا يبتسم، يبقى أحرص أننا أزود الجرعة، بدل ما خليت 10 يبتسم وخليهم 20. حاولت أن أفك كرب مسلم عن طريق يعني شفاعة خير، بقى أفتح هذا المجال وهكذا. فيبقى إذن هي أرباح وخسائر. فأول شيء أنا أواجه نفسي بمرآتي وأنظر ماذا أنا همسك الأول عشان تحديدا، عشان يبقى كلام واقعي. هكتب هنا مصائب بالضبط كده عشان تصدمني الكلمة، مصائب القلب خلاص، وهنا مصائب الجوارح خلاص. أبتدي مصائب القلب، أقول هل أنا متكبر؟ اول اجابه يقول لا 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 انا مش متكبر. لا بالعكس، هل تقبل الراي الاخر؟ هل تقبل النصيحه ولا بتتكبر عليها؟ لما واحد يجي ينصحك هل تتركه يكمل نصيحته ام توقفه تقول له لا مش اللي ذاك ينصحني؟ يقول لمراته كمان واحده ست وكمان تنصحني؟ الله يعني هل انا عندي كبر؟ الله، ده ذره من كبر لا تدخل الجنه. وبعدين طب هل عندي غرور؟ هل عندي عجب؟ هل عندي رياء؟ هل عندي سبحان الله العظيم نظر للمسلمين بكده بأنهم يعني باحتقار؟ فهذه الحسد طبعا، الغل، الحقد، الأمن من مكر الله، كل دي مصائب القلب. أبتدي أقول إيه؟ طب أصلحها زي دي؟ أبتدي أحاول على وضع العلاج ده. معاصي الجوارح بقى أمسك من العين، يعني كل ما في العين من نظر إلى ما حرم الله، نظر الى عيوب الناس، نظر الناس بالذراء، كل دي ادي عيوب العين اهي. التعطل عن النظر في المصحف، النظر في ملكوت الله بتدبر. ثم الفم، اللسان، الغيبه والنميمه والفحش في القول وشهاده الزور والهجوم على الناس واكل اعراض الناس، ده في الايه، والكذب وشهاده الزور وغيره، ادي ايه؟ ادي اللسان. طب اليد، إذاء الناس وكتابة الأشياء المغرضة وإلى آخره، ولمس الحرام وأخذ المال الحرام، هذه اليد، الرجل، وهكذا. فلو عملت الخريطة دي أمامي وخليها طول رمضان أمامي، وبعدين أبتدي إيه؟ أتوب، يعني أستغفر من واحدة واحدة. أهم شيء عمرو ابن في التوبة بعد الإخلاع والندم والعزم على عدم العودة، إرجاع الحقوق إلى أصحابها. الحق حقين، حق مادي وحق معنوي. حق المادي أنا كاتبه، انا علي لفلان يا اولادي كذا، عشان لو مت يبقى هم يرجعوا، دي نمرة واحد، ده حق مادي. واكتب على البنك لو في قضية بينك وبين حد وانت تعلم انك انت غير محق، ولو حق عندك تيجي في رمضان ترجع له حقه من غير المحكمة. لو اراد ان يتقبل منه صيامه وان يكون رجع للحق، والله ربنا يكرمه كرم ما بعده كرم. والشياطين الانس مش هيسيبوه يا عم كده، تطلع ان انت اللي غلطان بقى، وان ازاي، ولا شوف انا كنت على حق ازاي. لا، انتصر لنفسك ضد هواك. بس الامر الثاني والسباب، ما هو ده، لا شوف، ما هو ما ده الحق المعنوي بقى، ما انا كنت الحق المادي هرجعه. طب الحق المعنوي، انا سبيت فلان،
انا ثبته امام واحد ولا خمسة ولا على الفضائية؟ نعم. هذه اللي ثبته على الفضائية اعتذر له على الفضائية. نعم. خلاص ولا اعود لمثل هذا ابدا. ما رجعش تاني. واللي ثبته بينه وبينه او بين مجموعة او في المؤسسة او الشركة اعتذر له امام الكل. فمن اغتبته او ثبته او افحشت له بالقول لابد ان استسمعه قبل ان يكون لا درهم ولا دينار وانما حسنات وسيئات. ده اللي عايز يستقبل رمضان. ربنا يبارك فيك مولانا، كل عام وانتم بخير. ربنا يعود على حضرتك رمضان بالخير وبالسعاده يا رب، ويا رب على مصر كلها ان شاء الله. وعلى المشاهدين والمشاهدات وكل العالم. بشكر حضرتك جدا جدا، وان شاء الله نلتقي بقى في اهل الحكمه في رمضان. بحول الله يا اخواتي. الموعد متى ان شاء الله؟ ان شاء الله هيكون برنامجنا في رمضان اهل الحكمه قبل الافطار مباشره على المحور، وان شاء الله هيكون في مواعيد اذاعه هيتم اعلان حضراتكم بيها. انا بشكركم جدا، بشكر فضيلة العالم الجليل دكتور عمر عبد الكافي. برنامج أهل الحكمة حيوزع قبل الإفطار إن شاء الله بإذن الله يوميا على شاشة قناة المحور، وهناك إعادة لي إن شاء الله سوف يتم الإعلان عنها يعني بإذن الله إن شاء الله من قبل إدارة القناة.